همسات سورية. كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس. وخير جليس في الزمان كتابه. الكتاب صار أعز أصدقاء الطفلة ليان البالغة من العمر 11 سنة، واللي تعرفت عليه من خلال مبادرة لتشجيع الأطفال على القراءة بالرقة، ومن وقتها حست أن حياتها وشخصيتها اختلفت بشكل كلي. لما أقرأ أحس حالي بنفس القصة اللي أنا قام أقرأها، ونفس الشعور اللي وقت أقرأها أحس بنفس الشعور لما أحس حالي كأني بقلب القصة، ولما أكون قام أقرأ أحس حالي بعالم ثاني كله على بعضه، أترك هذا العالم كله وأحس بشي يعني غريب وحكايات حيل حلوة. القصة لما الواحد يقرأها يصير عنده يحسها من الخيال للواقع تتحول. أليسار عمرها 8 سنوات، بعد ما درست عند المتطوعين بالمبادرة صار عندها شغف بالقراءة وصارت تتردد أكثر على مكتبة البيت. أحب القصص أول شيء، وأولي عد كنت أخذ من مكتبة أبويا قصص أخذها على الدار الثانية وأقفل على حالي وما حد يزعجني، أقعد وعاد أقرأ. أنا أكثر شيء أحب القصة السنون الغدار والأرنب الطيب، لازم الواحد ما ينقي أصدقائه الشريرين، ينقي أصدقائه الطيبين. مبادرة هي نقرأ تحفز الأطفال على القراءة بصوت عالي وطريقة ممتعة. تولى تدريبهم 20 متطوع ومتطوعة، دربهم 300 طفل على مدار 10 جلسات، وقدرهم أنهم يتركون أثر إيجابي على الأطفال حسب ظهور المتطوعة بالمبادرة. تركنا أثر كبير حيل بنفوس الأطفال، رفعنا من مستواهم النفسي أول شيء، وثاني شيء التعليمي ما شاء الله صار عندهم قراءة ممتازة في القراءة وطلاقة عالية بالقراءة، وبنفس الوقت تعلمناهم شغلات كثيرة أنه بيعنا مواهب. استقطبنا بكثير من الأطفال، صار عندهم عرفنا أنه كل شخص عنده مواهب ببعض الغناء، ببعض الرسم، ببعض إلقاء الشعر، يعني عرفنا بمواهب كثيرة ما شاء الله عن طريق القراءة والمبادرة الرائعة من منظمة بالون. هيا نقرأ. وبعد انتهاء التدريبات أقامت منظمة بالون فعالية لتكريم الأطفال المميزين، مثل ما يقول أسامة البخيرة منسق المبادرة بالمنظمة. سوينا فعالية، كل متطوع نقى طفل مميز عنده من بين 15، فصار عندنا حصيلة 20 طفل، كل متطوع عنده طفل. فعندنا 4 مراكز أولى، المركز الأول هو رح يتوج بلقب سفير القراءة، والمراكز الثانية يعني دونا منه. فنشجع احنا على هيك مبادرات وان شاء الله تستمر. يعني هالمرة استهدفنا مثلا عدد محدد من الأحياء، لكن ان شاء الله بالفترة الجاية نستهدف المدينة كاملة. ومع نهاية المبادرة تم تسليم كل الأطفال حقائب بها كتب وقصص لتحفيزهم على الاستمرار بالقراءة ونشر هذه الثقافة الغائبة عن المجتمع بالرقة. براديو روزنا، عبد الله الخلف. همسات سورية. كل يوم حكاية سوري وبس.